فضيحة السينما الأمريكية، حياة توني كيرتس. كان توني كيرتس الممثل الفحل مفضلا في هوليوود ومعروفا بأدواره العظيمة، خاصة في أفلامه الزائعة الصيت Some Like It Hot و Spartacus. لكن أيضا عرف عن توني كيرتس بارتكابه خطأ في الخلط بين حياته الشخصية وحياته العملية، فقد كان توني كيرتس يحب معاشرة النساء الأصغر سنا منه أو الفتيات الصغيرة، وده سبب له مشاكل كتيرة في حياته الخاصة وتحديدا مع أسرته وكمان معجبيه الذين كانوا غير سعداء بذلك. ولما بلغ توني كيرتس 85 عاما من عمره، كان توني كيرتس متزوجا من 6 نساء مختلفات، تخيل، ولديه 6 أطفال، وكان عنده مشاكل اقتصادية ومالية لا حصر لها، وخلاف كده العديد من الفضائح الجنسية. ومع بعض هنشوف توني كيرتس ايه الحقائق التي لا نعرفها عن توني كيرتس. ده هو نجم قلب السينما الهوليوودية الأمريكية. إنه نشأ توني كيرتس على معدة فارغة، أي كان فقيرا ومعدما. والمعروف لدى كثيرين إن نجوم السينما الأمريكية أثرياء بطبيعتهم ومنذ صغرهم، لكن في الحقيقة توني كيرتس ما كانش كده خالص. لأنه ولد توني كيرتس اللي عرفته هوليود، ولد سنة 1925 ونشأ في مدينة منهاتن، وعاش مع عائلته في غرفة صغيرة خلف متجر الخياطة الخاص بوالده. وعندما بلغ توني عمر 12 سنة، فقد أخوه اللي ضربته عربية كبيرة، عربية نقل شاحنة يعني، وتم اكتشاف ان في مرض عقلي داخل الأسرة بتاعته او العائلة بتاعته. وبالفعل الأسرة فقدت احد افرادها، وكان الشخص اللي فقدته ده كان محبوب لديهم جميعا، وكمان كانت الأسرة على وشك انها تفقد 2 اخرين. وتم تشخيص والدته بمرض الفصام العقلي. أما شقيقه الأصغر فهو ورث عن والدته مرض التخلف العقلي دوت أو الفصام العقلي، وتطلب الأمر إلى إيداعه في مؤسسة صحية للأمراض العقلية. أما كبر توني وبقى عنده 11-12 سنة، انضم لعصابة في الحي اللي كان ساكن فيها، وكانت العصابة دي كل جرائمها هو إنها تهرب من المدرسة وتعمل سرقات بسيطة من المتاجر الموجودة داخل الحي اللي هم عايشين فيه. توني كيرتس اكتشف هو عنده 11-12 سنة، يعني هو مراهق، إنه شكله ومظهره جيد ووسيم. والنقطة المهمة إنه هو عرف كده، عشان كده بدأ إنه في أخذ الدروس في فن التمثيل، واستمر في العملية دي، وبدأ نجمه يتصاعد تدريجيا في فرقة التمثيل. لكن القدر لعب دوره عندما رأى وكيل المواهب السينمائية واقترب منه وشاهد وسامته. في الحقيقة دي كانت امرأة، وقررت هذه المرأة ان توني كيرتس ينتقل معها الى قلب السينما في هوليود. وبالفعل انتقل توني كيرتس الى هوليود وغير اسمه، ووقع على عقد مع شركة يونيفرسال ستوديوز. والشركة دي بدأ فيها مسيرته في التمثيل، وبدأت تديله دروس في المبارزة وركوب الخيل، وبدأ يقوم بأدوار صغيرة في مع حفنة
من الأفلام الموجودة القصيرة أو الطويلة، لحد ما صعد لممثل للأدوار التانية ثم الصف الأول، وبالتالي أصبح توني كيرتس فتى السينما الوسيم وقام بالأدوار الاجتماعية، وأصبح جان السينما الأمريكية، وبدأ يجذب إليه المشاهدين وحتى الممثلات، وكان توني كيرتس اللي احنا عرفنا في السينما برجاء الأمريكية. الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرسي حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل نقطة. مع الشكر الخالص لسيادتكم.